اكبر خالي؟ ايوه طبعا ده كده بقى خالك لازم. طب الحمد لله خير. انا متفائل والله متفائل. بقول لك ايه، اطلب ال 4000 بتوع التذكره ولا اطلب 76 عشان لو نزلهم شويه اخد 500 جنيه وما بقاش خدت اللي انا عايزه. يا عم ده خالك، خليك جريء جريء. يا عم الجريء يا خرابي. فوزي انا مش فوزي، انا مختار. الحاله يا فوزي، ايه الحاله يا فوزي؟ تصرف جريء في اسبوع يا ابني الكلب؟ ليه بعمل ايه انا عشان تصرف جريء في اسبوع؟ ايه ده؟ مش يا فوزي خايف من شكلك انت. ايه يا خال، ايه اللي انا شايفه ده؟ الواد صرف كده في اسبوع يا فوزي، صرف كده في اسبوع يا فوزي، صرف كده في اسبوع. ما دي التربيه البايظه، لو كانت اللمبه المحروقه دي ربته ما كانش جرى اللي جرى. اكيد بيشرب سجاير، انا اروح اشوف مين شرب نص سجاير. خد يا انت عايز ايه؟ انت مش امك بقى دي الجهاد وخلاص تمنها. ما انا عارف ان امي ماتت، انا عارف، بس انا قلت يعني بيقولوا الخال والد، قلت يمكن يمكن. انت مش مريحني يا، مش من اي عادي. انا ماليش غيرك يا خالد. امال عايز ايه؟ عايز بصراحه، عايز ايه؟ قول لي الحقيقه، عايز ايه بصراحه؟ انا عايز 4000 جنيه اقطع تذكره واروح دبي. انت بتستخبى يا؟ ده في ناس كتير قوي جوه. انت بتستخبى يا؟ لو عايز تروح دبي انا هديك يا ابو صاحبي. عايز تروح دبي؟ دبي يا خالي، دبي. انا هوديك دبي. طب اسلم على مرات خالي. لا هوديك دبي تتعور. بس دبي مش من هنا. والله هتوحشنا يا فوزي. والله انا اللي كل حاجه هتوحشت يا محروس، بس انا ما كنتش اتوقع ان انت تبيع موتوسيكل اللي حيلتك عشان تجيب لي تذكره الطيران. ما تقولش كده يا جدع، ده احنا اخوات، وغيرت لك يا عم 50 دولار موجودين عندك في الباسبور. ربنا يخليك حبيبي. مفاجاه مفاجاه يا فوزي. الجمعيه اللي كنت عاملها عشان اظبط اجهزه الصوت بتاعتي. حلال عليك يا عم. يا جدعان لو ليه اخوات مش هيعملوا اللي انتوا عملتوه. انا بقى نفسي اوصيكم وصيه، كل يوم تيجوا تسقوا الزرع. ما تعرفوش الزرع بالنسبه للفنان ايه؟ احتياج الزرع للفنان زي احتياج الشوربه للحبان بالظبط. ارجوكم تيجوا تسقوا كل يوم. طب ايدك على المفتاح بقى عشان نسقيه. مفتاح ايه؟ مفتاح الشقه. لا انا ما بحبش حد يدخل بيته وانا مش موجود، وانا ما بحبش الزرع اصلا. انا عمري ما بحب الزرع. يلا يلا توحشوني والله. سلام يا فوزي حبيبي. بقول لك يا فوزي، إيه؟ اول ما توصل دبي شوف لي اي شغلانه في شركه ادويه، لان المصنع اللي انا فيه بيتلك. شغلانه ايه ده؟ انا خليك صاحب شركه ادويه حبيبي. فوزي انا عايز اطلب منك طلب صغير. عيوني عارف مايكات وعده الدي جي، خليك ملك. لا لا بالنسبه للجمعيه اللي انا اديتها لك فوق. أوه. كنت محتاج منها 200 جنيه بس عشان امي سالفه فلوس من خالتي. لا لا طالما سالف لا، وبعدين اللي انت كتبته لي كتير بصراحه. سلم لي على الحاجه، خليها تدعي لي. ها معلش في 500 عشان المصاريف بتاع اولاد اختي اطفال. فوزي على اطفال لازم يتعلموا، لازم يتعلموا. اتفضل يا عمي ربنا معاك. الله فوزي معلش انا في 125 عشان انا محكوم بمعاد شحن المحمول بتاعي. خد الساعه بتاعتي. لا لا خد الساعه. هي دي المفاجاه، هي دي المفاجاه اللي انت عاملها لي. فوق على دي صداقه. انا عايز اقول لك حاجه، اي حد يطلبني في فرح في حفله انا ما سبتش البلد. ها انا رايح رحله عليك في ساحل العاج، اتفقنا؟ اه يا جدعان جبت التوك توك. طبعا عندليب اتفضل. وده هيكفينا احنا الثلاثه. مش ده فوزي، ده سواق التوك توك اهو. مؤاخذه لا مؤاخذه، سواق ايه ونيلة ايه؟ انت عامل التوك توك على قدك، امال الزباين تركب فين؟ يا عم اتاخر شويه، حرق اسود ومنيل. باي باي يا مصر، باي باي يا مصر. يا عم مش عارف تركب، اتاخر يا اسطى. جود مورنينج مستر فواز. جود مورنينج. الموظفين مستر فواز يبغوني قدموا التعازي لحضرتك عشان الذكرى السنوية لوفاة المرحومة زوجتك. سندس زوجتي الحبيبة أمي زين، والله تركتيني ووحشتيني وحشتيني. وراي يا شباب، عزم الله أجركم. يا لهب اللي له الخافق يهلي هلي من الفرح، وروحي بات هلي هلي الا شفته ولو في النفس ضيقه ضيقه تفرج كل همي واضمحلي حلي رفيع الشان عن ضرب الدنايا نايا واللي وعد بوعده ما يخلي خلي
جمانة ارفدي لي 7 من الموظفين هدول. يلا ليش مستر فواز هبة؟ ايوه هبة جننت انا، ما كانوا بيقولوا ورايا بصدق كان كل نفاق ورياء، ليش هم ياخذوا رواتب ويسووا شوبينج وانا افضل حزين على ام ولدي؟ وكلمة زيادة هتحصليهم. يلا حاضر. يا جمانة والله ذكرتيني بجرح عمري وغلطة عمري في نفس الوقت، والله اخذت زهرة شبابي وفلت. الذكرى كم لها هذه؟ 5 مستر فواز. 5؟ 5 سنوات. يا والله مر علي كأنهم 6 سنوات. ما علينا، يعني فيها مشوار للمقابر اليوم. يا اوكي، كان عندي شيء مهم والله كنت اسوي، لكن لازم نروح المقابر، ده واجب. يا مستر فواز كان نفسي اروح السينما في فيلم جاكي شان اكشن موت. أحبك وأودك وأموت وأموت بهواك. هلا 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 العندليب قايلك يا دبي. تحمل تحمل جفاء. هلا 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 أحبك وأودك وأموت وأموت بهواك. هلا 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 قلبي عشانك تحمل تحمل جفاء. هلا هلا يا حياتي اشتقت اللقاء. ليالي تعدي بدون الحبيب وكم يا حياتي اشتقت اللقاء. هلا 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 هلا. انت يا ابني كلم اخوي فواز قول له اخوك فوزي بيه تحت. يا خبر ابيض يا فندم، حضرتك فوله واتقسمت نصين. انت صاحبني يا ابني ولا ايه؟ يلا خلص شوف شغلك يا فندم. ده احنا مصريين زي بعض. ايوه احنا مصريين بس مش زي بعض، مش لدرجه انك تمسك ايدي وتفعص فيها. يلا لو قولي صحيح، اصل انا بقالي فتره ما اعرفش حاجه عن اخويا، كنت مهاجر سنين في صفه اللبن. انت عارفه الاف اخر فيصل دي اخويا قالوا لي عنده شركات، هي دي انهي واحده فيهم؟ حضرتك دي اكبر شركه ادويه في الشرق الاوسط. ادويه؟ يخرب بيت حظك يا محروس. ما يلا هات شوف شغلك. الو وصليني بسكرتيره لو سمحت. عندكم اسانسير ولا هطلع على رجلي؟ لا دي ولا دي. لا دي ولا دي، يبقى اكيد في مفاجاه. يا جماعه كده عيب، احنا مصريين زي بعض. الله 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 الله، هي دي المرجله برضو، هي دي الجدعانه، هي دي الجدعانه. اخس عليكم اخس عليكم اخس عليكم. بقول لك يا كابتن، ما شفتش سواق تاكسي ميشن دلوقتي سرق مني 45 دولار؟ لا والله ما شفته. هو الميكروباص ده بيروح فين؟ لا سيارة صاحب الشركة. سيارة صاحب مين؟ صاحب الشركة الحين بينزل. ده اخويا صاحب الشركة فواز. حزين والله حزين والله، فراقك صعب يا ام يزيد والله. لا اروح القبور دحين وما ادري ابكي على فراقها ولا ابكي من الشوب والرطوبه هذه. وين سياره المقابر واليوم الاسود؟ موجوده مستر فواز. تعال 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 تعال، انا قلت لك روح. لا قلت ولا ما قلت؟ لا ما قلت روح. روح انت، ليه ما رحت؟ روح مستر فواز. تعال انت تقول من نفسك تروح، انا اقول لك تروح. يلا روح، هو يوم اسود من اوله والله، فراقك صعب علينا والله والله، قهرتيني والله. رحمة الله عليك، رحمة الله عليك يا ابو يزيد، رحمة الله عليك. طب طب ودلع يا يقول لنا تأخرت يا عليم. فواز جربتم انا كلتم كاسه وكاسه يتوبه. الحياة دقنك دي ما فاهمك، ادخل قول لي فواز بيه
جثة أخوك فوزي برا. خوسي أنا سعيد بيكوا قوي قوي، شكلكوا أنتوا الاتنين توأم زي أنا وأخويا فواز. بعد سلع صونا عمن فوزي كروة بصايا يا على لعبة القدر. إيه ده إيه ده، دي غريبة قوي، أنا ماما قالت لي إن أخويا خليجي مش هندي. آه بص حتى شكله مش شكلي ولا جسمه من جسمي، بس مش مشكلة، ساعات واحد في التوأم بينزل قبل التاني، يمكن هو نزل قبل مني بعشر سنين يمكن. حبيبي يا أخويا تهنا ببحر الدنيا والقدر جمعنا يا فواز. أبيك يا أبو الطيري، أنا عارف إن الصدمة صعبة عليك، بتقول كلام مش مفهوم. خش في لحمك أخويا خش. أري يا سبعتك كيو كارتاي أركتك وركتك، أنا عارف إن أنت ممكن تتلوس وتتجنن. خش في دمك حبيبي. أبيك صبرك يا روي عارك يا أبو. خش في عظمك أخويا. ايه 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 بقى ايه ايه، انا ما فيش اخوك. امال انت مين؟ انا خان كابور. كان خابور وبقيت ايه دلوقتي؟ خان كابور المربي الخاص لمستر فواز، وكذلك الخادم الامين للمرحوم الوالد فايز الخويري. ما انا قلت كده برضو، مش معقول تكون انت توامي، دي كانت امي اتفرتكت الله يرحمها. معك فوزي عند ليه بتدقي؟ اري انا يعرف انت منو، لقد ولدت على يدي. طب قول لاخويا كده لحسن، انت مش مصدق خالص. عندما ياتي مستر فواز لا بد ان اخبره بكل ذلك. اكسكيوز مي حبيبي، كم هير هوم سي ميك لايك مي، سوي مثل انا. 1 2 تك 1 ايه 1 2 تك 1 2 تك يس حبيبي حبيبي. بقول لك يا نبي عم خبور، اخوك على لحم بطنه اي فرختين جمالين. ها الحياة بقى لونها بمبي، وانا جنبك وانت جنبي. الشغالين اللي هنا فين؟ انتوا يا بهايم اي حد يجيب لي فستق. لا 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 الحزين عايز ابكي، فرحان عايز اضحك، مجنون يفتحي. ده اسمه كلام يا ست؟ حد يدخل على الناس كده من غير لائحة ولا دستور؟ تومين ام سوري مستر فوزي، خان هو اللي قال لنا ندخل نسلم عليك وفهمنا كل شيء. ايش هذا الشيء؟ ايش هذا الشيء؟ ما شاء الله ايش هذا القمر؟ بيبي ابيض وجميل، انت بنت ده باصه كمان. ايه ده مين اللي عمل فيك كده؟ ياسا في حد شد لك ده؟ بطة ده انت بنت. بص بص امل ما شاء الله ستة بطة. هو مين ده؟ هذا يزيد ولد اخوك مستر فوزي. ابن اخويا ادخل في حضن عمك يا حبيبي. يا ابني مرحبا. هلا والله، اكيد انت مرات اخويا فواز. معاكي فوزي عند اللي بتدقي. مستر فوزي انا مو زوجة اخوك، انا سكرتيرته. زوجة مستر فواز توفت من 5 سنين. ده شيء يسعدني جدا جدا. تعالي معايا. مرحبا. انت لسه واقفه؟ تفضلي استريحي. اهلا وسهلا، تفضلي. واحدة اما كانت بتقعد كانت الكنبة بترجع. وحضرتك مش متجوزة؟ لا مش متجوزة. ولا ماشية مع حد؟ لا. يعني ذمتك فاضية خالص ها؟ اه فاضية. مش عايزة تمليها؟ هو انت ما بتعمليش علاقات يرفضها المجتمع والناس والعرف؟ سوري مستر فوزي انا مو مرتبطه وما افكر في هذا الموضوع ابدا. انا اوعدك اوعدك انك قريب قوي هتفكري في الموضوع ده. سوري مستر فوزي استاذن انا راح فين وانا مش هشوفك تاني. اذا بغيت شيء كلمني على غرفه رقم 4. يا خان وديني شنطتي غرفه رقم 4. بقول لك ايه يا قطه،
انا بقالي كتير هنا ما شفتش اخويا فواز. هو اتقتل ولا ايه؟ اليوم الذكرى السنويه لزوجته الله يرحمها، وهو دحين في المقابر بيقضي عندها الليل كله. تحب تروح لك نوع من المشاركه؟ طبعا اروح له، اروح له واشارك اخويا في احزانه. اول يوم اقضيه في دبي في المقابر، نفسي اعرف مين اللي نظر ونق في السفريه دي. يا ابن المحظوظه يا فوزي، ده زمن وهايص. آه يا سندس، آه يا أم العيال، بعد فراقك يا سندس الورود ذبلت، البلابل صارت تنوح. يا أخ أنت يا بيتهوفن، إيش في ليلتك؟ أنا جايبك وأعطيك مصاري عشان أحس الحزن، بدي أبكي، يعني فين أبكي؟ مقابر أبكي فين؟ شوي شوي الله يرضى عليك، الله يرضى. هذه مرتي، مرتي وماتت. شوي شوي تفضل، لا تأخذني تفضل. آه يا ميزي، آه روح، يلا روح، يلا روح. يكشي يطلع لك شبح في المقابر هذه ياكلك انت والبيان اللي في يدك ده. وطر وطر يا ستار. يا أم يزيد يا زوجتي، تركتيني وحدي، وحدي تركتيني، والله نفس المعنى. ايش هذا قصر الكلام؟ بعدك انا صرت وحيد في الدنيا، والله وحيد. انت مش لوحدك يا فواز، انت مش لوحدك اخويا، ليك اخ بيحبك يا حبيبي. لا عفريت، عفريت. عفريت مين؟ انا اخوك فوزي قلت لك من مصر. عفريت مصري، تركت مصر وجيت للدبي. عفريت مين؟ خش في حضني ولحمك اخويا. اعوذ بالله، ادعولي، جاني جني، جاني جني قصير مصري قال لنا اخوك فواز، جاني جاني والله ريته، والله ريته. لا انا لازم اكلم الدكتور بسرعه، شكلها حمى، لا بد من كم هذا. يا نهار اسود، اخويا هيضيع مني، ده انا مع شرطه شغل ربع ساعه. يا فواز عشرة ربع ساعة هضيع في الأرض يا أخوي. ما تخافش يا حبيبي، أنا أخوك، أنا أخوك فوزي اللي كلمتك في التليفون. يعني أنت مش عفريت ولا عفريت وبيتكلم في التليفون؟ طب بذمتك في عفريت يلبس قميص بثمان زراير؟ العفريت قمصانهم فيها 40 زرار. تبقى لص وحرامي، وأنا الحين وراس أبوي لبلغ شرطة العفريت. كده برضه فواز يا أخويا، بدل ما تفرح بالسر اللي استخبى عني وعنك السنين دي كلها وتاخدني في حضنك، مرة تقول عليها عفريت ودلوقتي تقول عليها حرامي. ده أنا وإنت نازلين من حزقة واحدة فواز، ده إنت التوينز بتاعي. يا إنت يا قصير، إنت التوينز حقي وتقول نزلنا من حزقة واحدة؟ أنا تذكر وأنا جالس في الحزقة ما كان في حد جالس وياي. وبعدين هيرو فواز، ये तुम्हारा जोरवा भाई है, बचपन से आप दोनों बिछड़ गए थे, आप यहां और तुम्हारा भाई उधर कायरो में, और मैं فقط كنت اتحمل مسؤوليه واحد شخص، الان سوف اتحمل مسؤوليه اثنين شخص. काहे रोकत डगर प्यार नलदलाल मेरो काए देखत सब नारी मोए दे ولا فلس يعني يا رجل انت، هم للعيش اللي هو فيه ده كله قالوا منين؟ يا فوزي يا فوزي، لا بد أن تفهم، هذا الورث من الست التي ربته، أضف إلى ذلك ورث المرحومة زوجته، لا بد أن تفهم. بقولك يا رجل أنت، الكلام ده كله مش داخل دماغي، علي النعمة أنا ممكن أقطع صوابع إيدي ورجلي وأملالكوا البيت ده عقل صوابع تمشي تلخبطكوا، أنت ما تعرفنيش. آه لقد تذكرته. أيوة كده، هو لازم أقطع نفسي عشان تتذكرته. قول. لقد ترك لك أبوك ثلاثة بدلة واثنين قميصين. ثلاثة بدلة واثنين قميصين؟ ما سابش شرابات؟ والشماعات اللي كان فيهم التلاتة بدلة والقميصين سابهم ولا لأ؟ بقولك ايه يا عم خان، انا كنت بهزر معاك، انسى كل اللي قلته، اوعى تفتكر يا عم خان ان انا جاي عشان فلوس ولا